بسم الله الرحمن الرحيم. لما نيجي نقول ايه التيار الكهربي، طبعا هو فيض او سيل من الشحنات، سيل من الشحنات التي تسري في موصل، التي تسري في موصل. طبعا الموصل ليه؟ لانه فيه الكترونات حرة، فهو الذي يسمح بمرور كهربي. الاتجاه بتاعه طبعا لو قلنا البطارية بالشكل ده كده، يبقى نقول اتجاه الفعلي من السالب للموجب، ده اتجاه الفعلي. لكن اتجاه التقليدي او اللي هنمشي عليه هو حركة الشحنات من الموجب، من الموجب، حركة الشحنات من الموجب للسالب، ده الاتجاه الفعلي. اتجاه التقليدي او اتجاه الاصطلاحي يسمى بهذا الشكل. اما الفعل الحقيقي من حركة الشحنات من السالب للموجب. شدة التيار نقدر نجيبها من القانون، شدة التيار رمزها I، تقاس بايه؟ بكمية الكهربية التي تسري في موصل خلال 1 ثانية. يبقى نقدر نقول تعريف شدة التيار، نقول هو كمية الشحنة الكهربية، هو كمية الشحنة الكهربية اللي تمر في 1 ثانية، هي كمية الشحنة الكهربية، هي كمية الشحنة الكهربية التي تسري في موصل، تسري في موصل خلال 1 ثانية. ممكن نقول ما معنى قولنا ان شدة التيار 10 امبير؟ فاذا كان ده 10 امبير لازم يكون دي 10 كولوم، فنقول أي أن كمية الكهربية تمر في الثانية 10 كولوم. سؤال يجي ما معنى قولنا أو التيار؟ أيضا واحد القياس أمبير أو نقول كولوم لكل ثانية، يبقى واحد القياس هنجيبه من القانون أمبير أو نقول كولوم لكل ثانية، واحد القياس كده أمبير أو نقول كولوم لكل ثانية. طيب لما نيجي نقول قانون أوم عند ثبوت درجة الحرارة، عند ثبوت درجة الحرارة، فإن شدة التيار تتناسب طردي مع فرق الجهد، فإن شدة التيار تتناسب طردي مع فرق الجهد. هتسأل سؤال، دي ثبوت الحرارة، لأن كلما الحرارة زادت كلما الحرارة زادت كلما المقاومة زادت. ف احنا عارفين المادة عبارة عن او الموصل عبارة عن ذرات او جزيئات، والالكترونات تتحرك بين المسافات البينية كده، فالحرارة تزيد يبقى سعة الاهتزاز تزيد. كلما زادت الحرارة، كلما زادت الحرارة تزيد المقاومة. الاجابة لزيادة سعة الاهتزاز. طبعا المقاومة هي الممنع التي يلقاها التيار، فالمقاومة بتساوي رؤي اللي هي المقاومة النوعية ثابت وتتناسب طرديا مع الطول وعكسي مع المساحة. يبقى متى المقاومة سواء ممكن متى المقاومة تساوي المقاومة النوعية؟ لو الطول 1 متر والمساحة 1 متر مربع. اذا ما قول ما هي المقاومة النوعية، نقول هي مقاومة موصل. المقاومة النوعية هي مقاومة موصل، مقاومة موصل، المقاومة النوعية مقاومة موصل، طوله 1 متر ومساحته 1 متر مربع. دايما المقاومة النوعية مقلوبة التوصيلية، يعني التوصيلية رمزها سيجما هتساوي مقلوب المقاومة النوعية، يبقى هي مقلوب، مقلوب المقاومة النوعية. ممكن السؤال يجي ما معنى قولنا ان المقاومة النوعية رقم ما؟ يبقى هذا الرقم يساوي الرقم ده، مثلا المقاومة النوعية 1.6 × 10^7 مثلا، أي أن مقاومة موصل طوله متر ومساحته متر مربع يساوي هذا الرقم لو جات معنا قولنا. طيب
احنا خدنا ان في ان اي بتتناسب طردي، ان شيل التيار تتناسب طردي مع فك الجول. شيل التناسب عندنا ثابت، الثابت اللي هو المقاومة اي في ار. اذن هذا القانون مشهور جدا على مستوى الفصول الاربعة الاولى. فرق الجهد عن فرق الجهد، يبقى الفي دي فرق الجهد، وار اللي هي المقاومة، واي شدة التيار. تعال نطلع شوية حاجات كده من المثلث ده. فرق الجهد ممكن نجيب له تعريف، هو ايه؟ هو الشغل المبذول لنقل كمية الكهربية بين النقطتين. هو الشغل المبذول لنقل كمية الكهربية بين النقطتين. شدة التيار خدناها من شوية، هو كمية الكهربية التي تمر خلال 1 ثانية. المقاومة ممكن لها نقول على هذا الشكل، هي الممنعة التي يلقيها التيار طبعا، وبنتج عنها حرارة. أو نقول هي النسبة بين، هي النسبة بين، هي النسبة بين، غطي دي كده غطي، يبقى هي النسبة بين فرق الجهد إلى شدة التيار. هي النسبة بين فرق الجهد إلى شدة التيار. لو جه سؤال ما معنى قولنا أن مقاومة موصل، ما معنى قولنا مقاومة موصل 10 أوم، أي أن النسبة بين فرق الجهد إلى شدة التيار بتساوي 10 أوم. طيب لما نيجي نقول المثلث ده، فرق الجهد خاص بوحدة، الوحدة تسمى ايه؟ فولت. فرق الجهد فولت، شدة التيار أمبير، أمبير، المقاومة أوم. ممكن في الحالة ديت ندي تعريف الفولت. الفولت هو فرق جهد، الفولت هو فرق جهد بين نقطتين. عند مرور التيار شدته 1 أمبير، يبقى لازم يكون ده 1 في موصل مقاومته 1 أوم. طب لما نيجي نعرف الأمبير، الأمبير هو شدة التيار، الأمبير هو شدة التيار عندما يكون فرق الجهد 1 فولت والمقاومة 1 أوم. طبعا هنا يعني الجهاز ممكن نسميه فولت ميتر، ويوصل في الدائرة على ايه؟ على التوازي. بينما شدة التيار الجهاز اسمه ايه؟ أميتر، ويوصل في الدائرة على التوازي. يبقى ده اسمه أميتر لقياس شدة التيار، وصل في الدائرة على التوازي. أيضا بنجيب وحدات القياس من المثلث. عرفنا تعريف الفولت هو فرق الجهد، ونكمل. الأمبير هو شدة التيار عندما يكون فرق الجهد 1 فولت والمقاومة 1 أوم. كنا نعرف الأوم، الأوم هو المقاومة عندما يبقى في فرق بين الأوم والأوم. قانون أوم إن قلنا عليه شدة التيار تتناسب طردي مع فرق الجهد، لكن الأوم بس وحدة قياس المقاومة، اللي هو مقاومة موصل عندما يمر التيار شدة 1 أمبير وفرق الجهد بين طرفي 1 أوم. ممكن أيضا نجيب وحدة القياس، فرق الجهد بالفولت، أو ممكن نقول أوم في أمبير، أو ممكن نقول جول على كولوم. شدة التيار ممكن نقول عليه أمبير، ممكن نقول عليه فولت على أوم، ممكن نقول عليه كولوم على الثانية. يبقى ممكن إزاي نستنتج الوحدات بهذا الشكل؟ لما نيجي نقول إيه الفرق بين فرق الجهد، إيه الفرق بين فرق الجهد بين نقطتين والقوة الدفع البطارية اللي هي في باتري بهذا الشكل، وهنا الفي بين نقطتين. طبعا فرق الجهد بين قوة الدفع، بين قوة الدفع المولد ده بيعتبر هو المضخة التي تضخ تعطي طاقة للشحنات، اللي هو الشغل. يعني الشحنات موجودة أصلا في الموصل، يبقى البطارية ما هي إلا، فهي ليست مصدر للشحنات، ولكن تكسب الإلكترونات طاقة لتنقل كمية كهربية كولوم في الدايرة كلها، سواء الخارجية أو الداخلية اللي داخل المولد نفسه. يبقى لما نيجي نعرف التعريف، القوة الدافعة اللي هو الشغل الكلي المبذول، هو الشغل الكلي المبذول، الشغل الكلي المبذول ليه؟ لنقل كمية. طبعا نخلي البسط يساوي البسط لما المقام يساوي 1 كولوم. يبقى نقدر نقول هو الشغل الكلي المبذول لنقل كمية كهربية مقدارها كام؟ 1 كولوم في الدائرة كلها. ونوصل بالدائرة كلها اللي هي المقاومة الداخلية والمقاومة الخارجية. أما فرق الجهد بين النقطتين،
طبعا الشحنات هنا محملة بالطاقة. لو قفلنا الدايرة، إذا كان مصباح كهربي هتحول في المصباح إلى طاقة حرارية، طاقة ضوئية، أو زلفة تبقى حرارية، زي دفاية طاقة حرارية، في مروحة طاقة حركية. فنقول هو الشغل المبذول، شغل المبذول نفس التعريف لنقل برضو كمية الكهربية بس بين نقطتين مقدارها برضو واحد كل. يبقى الفرق بين فرق الجهد والقوة الدافعة، القوة الدافعة هو الشغل الكل المبذول لنقل كمية كهربية مقدارها كل في الدائرة كلها. أما هنا نقول الشغل المبذول، الشغل المبذول لنقل كمية الكهربية نفس التعريف بس نقول بين نقطتين، اللي هما النقطتين اللي هيكون بذلك فرق الجهد. فرق الجهد بين نقطتين، الوحدة نفس الوحدة، فولت فولت أو جول كل كولوم، جول كل كولوم. ممكن سؤال يجي، ما معنى قولنا؟ ما معنى قولنا أن فرق الجهد 200 فولت، أي أن الشغل الكلي، الشغل المبذول لنقل كمية كهربية كولوم بين نقطتين يساوي 200 جول. طب ما معنى قولنا القوة الدافعة 12 فولت؟ يبقى لازم الشغل يكون 12 جول. تقول أي أن الشغل الكلي، أن نزول نقل كمية كهربية أقدر 1 كولوم في الدائرة كلها بتساوي 12 جول. يبقى السؤال يجي، ما معنى قولنا؟ أو يجي عرف، أو في شكل أرقام. لو في شكل أرقام هنقسم الشغل اللي هو بالجول على كمية الكهربية. لما احنا جينا بعد كده على تعريف القدرة، فالقدرة طبعا بي دبليو هو الشغل المبذول لنقل كمية الكهربية، والشغل المبذول خلال 1 ثانية. هو الشغل المبذول خلال 1 ثانية، أو نقدر نقول الطاقة الكهربية الناتجة خلال 1 ثانية. ونقول هو الشغل المبذول خلال 1 ثانية، أو نقول الطاقة الناتجة خلال 1 ثانية. قانون كرشوف هنا بنعتبر هو قانون حفظ الشحنة. ليه حفظ الشحنة؟ لأن عند نقطة تفرع، عند نقطة تفرع مجموع شدة التيارات اللي داخلة بيساوي مجموع شدة الخارجة. يبقى لو قلنا ده I1 وده I2 وده I3، يبقى نقول I1 زائد I2 سوى I3. يبقى نقدر نقول مجموع شدة التيارات الداخلة الكهربية الداخلة تساوي مجموع شدة التيارات الخارجة. أما قانون حفظ قانون كرشوف الثاني هنسميه قانون حفظ الطاقة، ونقول فيه إيه؟ في مسار مغلق مجموع الفي باتري، مجموع قوى الدفع بيساوي مجموع فروق الجهد اللي هو I في R. يبقى نقول في مسار مغلق، في مسار مغلق لازم يبقى مجموع قوى الدفع، مجموع القوى الدفع يساوي مجموع فروق الجهد. وهذا يسمى قانون حفظ الطاقة. ليه؟ لأن جزء الطاقة التي يعطيها المولد هتستهلك في الأجهزة أو المقاومات. يبقى الطاقة لا تفنى، يبقى الطاقة اللي اكتسبتها الشحنات من المولد هتستهلك في الأجهزة أو المقاومات بهذا الشكل. طبعا أهمية قانون كرشوف الأول والتاني، لماذا يستخدم أو له دور عظيم في الفيزياء؟ لأنه يستخدم في حل المسائل التي يصعب تبسيطها بقانون أوم أو بتوصيل التوالي والتوازي. إذن ما أهمية كرشوف الأول والتاني لحل المسائل التي يصعب حلها بالتبسيط العادي؟ ما معنى قولنا قوة الدفع؟ طب احنا عارفين ان الفي باتري من شوية قلنا هو الشغل الكل المبذول لنقل كمية الكهربية. يبقى ماذا تكون دي 12 فولت لما يكون الشغل المبذول 12 جول؟ اذا لما نيجي ندي التعريف نقول هو الشغل الكل المبذول، نفس التعريف نقول هو الشغل، لأن الشغل الكلي المبذول لنقل، الشغل الكلي المبذول لنقل كمية كهربية مقدارها 1 كولوم، لنقل كمية كهربية
مقدارها 1 كولوم في الدايرة كلها سواء الداخلية والخارجية بتساوي 12 مين جول. طيب ما معنى قولنا شدة التيار؟ نفس الكلام، شدة التيار احنا عارفين اي بتساوي كيو على تي. يبقى متى تكون شدة التيار 10 امبير؟ لما يكون كمية الكهربية 10 كولوم. يبقى لما اجي اقول بقى ايه هو شدة التيار، تقول هي كمية الكهربية على البص والبص لما يكون الزمن 1 ثانية، ان كمية الكهربية التي تمر خلال المقطع الموصل خلال 1 ثانية هتساوي 10 كولوم. طيب ما معنى قولنا مقاومة موصل؟ احنا عارفين مثلث اوم في بتساوي اي في ار، يبقى الار بتساوي ايه؟ اذا الار بتساوي الفي على الاي. اذا اي ان النسبة بين، اي ان النسبة بين فرق الجهد وشدة التيار تساوي الرقم اللي هو 10 اوم. طيب المقاومة النوعية نفس الكلام، المقاومة النوعية احنا عارفين الرو اي بتساوي الار في ايه على ال. يبقى السؤال يقول لك متى، سؤال برضه بشكل، متى المقاومة النوعية دهيت تساوي المقاومة؟ طبعا بالعقل والمنطق ان يكون ده 1 متر مساحة 1 مربع والطول 1 متر. يبقى الإجابة، يبقى لو متى يكون ده 1.6 × 10^10 = 8، لازم يكون ده برضه نفس الرقم، أي أن مقاومة موصل طوله متر ومساحة مقطع 1 مربع يساوي الرقم ده، أي أن مقاومة موصل طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع يساوي الرقم 1.6 × 10^10 = 8 أوم بس. ليه أوم؟ لأنه يعود على المقاومة. التوصيل هذا معروف، هي مقلوب المقاومة النوعية، مقلوب المقاومة النوعية. يبقى لما نيجي نعرف، يبقى التوصيل هي مقلوب المقاومة النوعية في كل شيء. يعني وحدة قياس المقاومة النوعية أوم في متر، يبقى ده هي أوم سالب 1 متر سالب 1، مقلوبها في كل شيء. السؤال اللي بعده، علل توصل الأجهزة في المنازل على التوازي. طبعا 1 ليمكن للتحكم في تشغيل كل جهاز، في تشغيل كل جهاز على حدة. 2 إذا احترق جهاز لا يؤثر في الباقي. أيضا الجهد ثابت، أهم ميزة رقم 3 الجهد ثابت على التوازي. يعني ايه جهد ثابت؟ يعني نقدر نقول إن جميع الأجهزة ممكن يكون لها نفس الجهد الثابت، لا توصل أجهزة على التوازي على التوالي. الإجابة عكس اللي فات، العكس. يعني 1 لا يمكن التحكم في كل جهاز، لأن على التوالي التيار ثابت. إذا احترق جهاز تصبح الدائرة مفتوحة. أما الجهد في حالة التوالي نجمع الجهود، فبالتالي ممكن الجهاز أحد الأجهزة لا يعمل لأن اختلاف الجهود، لأن الجهد الكلي يساوي مجموع الجهود عبر المقاومة. يقل فرق الجهد بين طرفي البطارية عند غلق الدائرة. احنا عارفين ان V بتساوي V باتري ناقص ال IR، فعند غلق الدائرة
جزء من الطاقة بتاعة البطارية تستهلك في المقاومة الداخلي، يبقى نقول الاستهلاك جزء من الطاقة في مقاومة البطارية الداخلية، في اللي هي الـ IR دي، في مقاومة البطارية الداخلية. لو قلنا سلك لتوصيل سميكة عند البطارية وأقل سمكا عند التوازي، المفتاح الحل في كلمة التوازي، لأن التوازي التيار يتجزأ، يبقى عند المقاومات على التوازي التيار يتجزأ. طب يعني ايه التيار يتجزأ؟ يعني يبقى نصيب كل مقاومة جزء بسيط من التيار يتجزأ في المقاومات كل على حسب. يستخدم النحاس معظم التوصيلات. اول ما نسمع كلمة النحاس على طول فورا مقاومته النوعية ايه؟ مقاومته النوعية صغيرة جدا. بما ان المقاومة النوعية صغيرة جدا، اذا ده يدل على ان التوصيلية، اذا التوصيلية عالية جدا، وبالتالي يفضل في معظم التوصيلات. القانون الاول يعرف بحفظ الشحنة. ليه؟ لان بينص الاول على ان مجموع الشحنات الداخلة، الاول بيقول ايه؟ ان مجموع شدة التيارات الداخلة هتساوي مجموع شدة التيارات الخارجة، وحيث ان شدة التيار عبارة عن ايه؟ يقاس بكمية الشحنات. فلما يكون كمية الشحنات اللي داخلة تساوي كمية الشحنات الخارجة في نفس الزمن، يبقى معنى ذلك انه لا يحدث فقد في الطاقة. رقم اتنين اللي هو في حالة حفظ الطاقة. ليه؟ لان البطارية الطاقة التي تكتسبها الشحنات من البطارية، لان البطارية تكسب الشحنات طاقة كهربية، وتفقد نفس الطاقة في الأجهزة والمقاومات، تفقد نفس الأجهزة نفس الطاقة في الأجهزة والمقاومات. عند توصيل مقاومة على التوازي لمجموعة يزيد استهلاك، احنا عارفين القدرة بتساوي ايه؟ بتساوي في تربيع على R. توصيل مقاومات على التوازي ثابت، يبقى الجهد ثابت، يبقى العلاقة بين الR والبي علاقة ايه؟ عكسية. فعند توصيلها على التوازي من المفتاح في هذه الحالة في النقطة دي، لأن التوازي يقلل المقاومة، توصيل التوازي يقلل المقاومة. طب لما تقل المقاومة بناء على هذا، إذا قلت المقاومة إيه اللي يحصل؟ تزيد القدرة أو استهلاك الطاقة، للطاقة الكهربية، لأن العلاقة عكسية. تزيد المقاومة بزيادة الحرارة، لأن إحنا عارفين إن الجزء الموصل عبارة عن ذرات، والإلكترونات تتحرك بين المسافات البينية كده، إذا زيادة الحرارة تزيد من سعة الاهتزاز. يبقى الإجابة لأن زيادة الحرارة تزيد من سعة الاهتزاز، طيب لقانون كيرشوف أهمية، إحنا قلنا لتبسيط الدوائر التي يصعب حلها بقانون أوم فقط، أو تبسيطها. لما نيجي نقارن بين توصيل التوالي والتوازي من حيث الهدف، هنا برضو الحصول على ايه؟ الهدف من التوالي الحصول على مقاومة ايه؟ كبيرة، الحصول على أكبر مقاومة. طب دام أكبر مقاومة يبقى أقل تيار، عشان يبقى أقل تيار راح عندي. طيب توصيل التوازي للحصول على أصغر مقاومة، مش بس أصغر مقاومة، ده أصغر من أصغر مقاومة. طيب طريقة التوصيل، طبعا هنا التيار يكون ثابت، طريقة التوصيل التيار ثابت ورا بعض كده، يبقى ده R1 R2 R3
يبقى طريق التوصيل أن يكون التيار له مسار واحد، التيار له مسار واحد أي أن التيار ثابت، بينما هنا التيار يتجزأ. يعني قلنا بهذا الشكل كده، التيار اللي جاي كده بيتجزأ بهذا الشكل، يبقى ده R1 R2 R3. يبقى نقول التيار له أكثر من مسار، التيار له أكثر من مسار، بينما الجهد يكون إيه؟ الجهد هنا يتجزأ. يعني إيه يتجزأ؟ يعني معناها في الكلية هتساوي V1 هنا زائد V2 زائد V3. يبقى في كل تساوي V1 زائد V2 زائد V3. لما نيجي نعوض من قانون أوم اللي احنا عارفينه، V بتساوي I في R، هنشيل الفي دهية ونحط مكانها I كلية في R الكلية، بتساوي I1 في R1 زائد I2 في R2 وهكذا. طب مقلناش ليه 1؟ لأن التيار ثابت، يبقى القسم على I. إذن R الكلية الإيكوفلنت R كلية هتساوي R1 زائد R2 إلى آخره. طب لو متشابهين يبقى R إيكوفلنت بتساوي أحد المقاومات في عدد. أما في حالة التوازي هيبقى الجهد ثابت، الجهد ثابت بينما التيار يتجزأ. يعني معناها الأي كلية هتساوي أي كلية اللي هنا، هات جزء هنا اسمه I1، هنا I2، هنا I3، I1 زائد I2 زائد I3 إلى آخر. بالتعويض من المثلث V بتساوي I في R، هنشيل الـ I بقى المرة دي، ويبقى الـ I بتساوي إيه؟ V كلية على R كلية، بيساوي V1 على R1 زائد V2 على R2 إلى آخر. مقلناش ليه؟ لأن الـ V ثابت، يبقى بالقسمة على V. إذن القانون 1 على R الكلية الإيكوفلنت هتساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 إلى آخر. وبعد ما نخلص نقلب، لازم نقلب لأن اللي عملناه ده مقلوب المقاومة. طب لو كانوا مقاومتين بس، مقاومتين، هنقول حاصل ضربهما على حاصل إيه يا جماعة؟ طب لو كانوا متشابهين يبقى R إيكوفلنت المكافأة هتساوي أحد المقاومات على عددها. طيب ما العوامل؟ العوامل دي نكتب القانون. احنا عارفين مقاومة الموصل R بتساوي رو E L على A. يبقى ما هي العوامل؟ 1 نوع المادة، 2 الطول طردي، المساحة عكسي، 1 الطول طردي، 2 المساحة بتاعت المقطع عكسي، 3 نوع المادة، 4 درجة الحرارة. تعال نشوف العوامل. يعني لذلك هنا يقول لك ايه؟ الطول زاد للضعف، يبقى المقاومة زاد للضعف. طب المساحة زاد للضعف، يبقى ديت معناها قلت للنص على حسب. تعال نشوف هنا العوامل التي تتوقف على المقاومة النوعية. تتوقف على عاملين، نوع المادة، 2 درجة ايه؟ الحرارة. هنا بقى في احيانا يقول لك ايه؟ المقاومة النوعية والتوصيلية زي بعض، يعني ما تقف عليها التوصيلية او المقاومة النوعية نفس الحكاية. ممكن يقول لك ايه؟ اذا زاد الطول للضعف فان المقاومة النوعية لا تتغير، اذا زادت المساحة للضعف فان المقاومة النوعية لا تتغير. اذا اي تغير في المساحة في الطول لا يغير من التوصيلية ولا المقاومة النوعية، ولكن فقط نوع المادة لأنها صفة مميزة. يقول لك تختلف المقاومة النوعية من المادة الأخرى لأنها صفة مميزة من المادة الأخرى. أما العوامل تقف عليها شدة التيار، احنا عارفين I بتساوي ال V على ال R، يبقى يتناسب طردي مع فرق الجهد ويتناسب عكسي مع المقاومة. يعني نقدر نقول المقاومة تزيد التيار يقل، المقاومة تقل التيار يزيد. ممكن يقول لك كيف تزيد من شدة التيار؟ يبقى نزود فرق الجهد ونقلل المقاومة. طب لو حصل العكس، لو زاد التيار فإن المقاومة لا تتأثر، ودي لمحة لازم تاخد بالك منها، إن التيار يزيد المقاومة لا تتغير، بينما المقاومة تزيد التيار يقل، المقاومة تقل يبقى إذا التيار يعتمد على المقاومة، ولكن التيار لا يعتمد على التيار، ولكن يعتمد على عوامل أخرى
اللي هي من القانون. لو جينا على السؤال بعده، ما العوامل اللي تقف عليها شدة التيار في دائرة المغلقة؟ احنا عارفين دائرة المغلقة I بتساوي ال V battery على ال R زائد R small. طبعا بتعتمد على القوة الدفع البطارية من القانون، وعلى المقاومة الخارجية والمقاومة الداخلية. يبقى التلات عوامل نجوم القانون بالشكل ده، تتناسب طردي مع قوة الدفع وعكس مع المقاومة الخارجية اللي هي مجموع المقاومات، و R المقاومة الداخلية. ليه؟ لما نيجي نقول ضع مصطلح علمي، ضع مصطلح علمي، هنقول اتجاه التيار من القطب الموجب الى القطب السالب، هنسميه الاتجاه الاتجاه الايه التقليدي، اتجاه اصطلاحي، ممكن نسميه اصطلاحي، ممكن نسميه اتجاه تقليدي، لان هو ده اللي هنمشي عليه دايما من الموجب للسالب. لكن الفعل منين؟ من السالب للموجب. طب عند ثبوت، عند ثبوت درجة الحرارة، فإن شدة التيار تناسب الطردي، معروف إن ده اسمه قانون إيه؟ قانون أوم. طيب الشغل المبذول، لو جينا نحطه في شكل كده، الشغل المبذول، الشغل الشغل ده 100 جول المبذول لنقل كمية الكهرباء كيو، فإن تعالى نقسمها كده، يبقى هنا 100 جول على 20 كولوم يساوي 5 فولت، أي أن الإجابة أن فرق الجهد بين النقطتين يساوي 5 فولت. طب لو قال الشغل الكل، هنقول إيه؟ قوة الدفع. المطلوب التاني مقاومة موصل طوله متر ومساحة مقطعه، يعني أي أن المقاومة النوعية، أي أن المقاومة النوعية بتساوي 1.6 في 10^7 متر. يبقى السؤال ممكن ما معنى قول المقاومة النوعية، أو يجي السؤال والعكس منه بالشكل كده. هنا مثلا لو قلنا علي اللي يلزم للتيار لكي يمر التيار يلزم فرق الجهد، لأن فرق الجهد بيكسب الشحنات الطاقة للتغلب على مقاومة، للتغلب على المقاومة اللي هي الممانعة التي يلقيها التيار، ولذلك يجب تسليط فرق الجهد عشان يكسب الشحنات الطاقة، لأن فرق الجهد هو الشغل المبذول لنقل كمية الكهرباء عشان تتغلب على المقاومة المبذولة. لما نيجي نشوف المثال ده كده، مثال جميل جدا، سلكان من المادة واحدة، نفهم كل كلمة لها معنى. يعني نقدر نقول الرو هنا، الرو ايه هتساوي الرو ايه هنا للبي، يعني ممكن نقول ان الرو، طبعا عارفين الرو بتساوي ايه، ار واحد مثلا اللي هو ار في ايه على ال، هتساوي ار في ايه على ال. هو قال هنا سلكان مادة واحدة، احسب مساحة، مساحة ايه، يبقى هيبقى لو فرضنا دي ايه ودي بي، يبقى ده اللي مجهول عندنا، المجهول مساحة ايه، كله معلوم ما عدا، هيبقى كله معلوم ما عدا الايه، هنحط يساوي تحت يساوي كده، ونخلي الايه زي ما هي ايه، ماشي، اللي هي ايه بتاعت البي السلك بي. طيب اذا كانت مساحة بي، يبقى مساحة بي دهيت، مساحة بي اللي هي ديت عبارة عن جذر 3 × 10^4. طيب وطول السلك ايه يساوي 3، طول السلك ايه 3، وطول السلك بي ال 2. طيب في عندنا مشكلة دلوقتي، الار 1 الار بتاعت اللون الاحمر مش موجودة، ما احنا الار هنا في الحالة دي تبقى الميل، ميل الخط الاحمر، ميل ايه، وده تبقى ميل بي، ميل بي من الرسم، يبقى نقول ساين، قصدي الميل هنا بكوزا، تان سيتا، السيتا بكام في حالة الايه، هتساوي دي كلها 45، هتبقى 45 كلها، يبقى تان 45. أما اللون الأزرق تان هتبقى تان 30. طبعا أصبحت معادلة ذات مجهول 1 في مين في الإيه. طبعا بالآلة الحاسبة
بنحسب تان 45 وبلا الحسبة نعمل تان 30 طرفين في وسطين ونجيب الايه في طرف. هنجيب الايه في طرف الايه بتساوي اللي هي ديت مجهولة بتساوي دايما لما يجي طرف وسطين اللي مع المجهول تحت. مين اللي مع المجهول؟ اللي مع المجهول هنا تان 45 اللي مع المجهول ايضا 2 ضرب 2 طرفين ثلثين. مين يبقى في البسط؟ التلاتة في التلاتة في تان 30 تان 30 في تلاتة جذر تلاتة في 10 أس سالب 4. وبالحسبة نقدر نجيب مين؟ ال A وحدة قياسها متر مربع. طيب مكواة مكتوب عليها طبعا بواط يعني قدرة بي دبليو وفي يعني فرق الجهد. أول ما تلاقي البي والدبليو والفي ومطلوب الآر الآر مطلوب يبقى نكتب القانون اللي بيربطهم. يبقى البي دبليو هتساوي الفي تربيع الآر. هيبقى كل معلوم ما عدا الآر كل معلوم ما عدا الآر كل معلوم ما عدا الآر. تعال نعوض البي دبليو هنا بكام؟ ب2400 على واحد بتساوي الفي هنا بكام؟ 220 تربيع. يبقى المجهول ار المجهول ار لما الطرفين في وسطين لو جبنا الار في طرف هتساوي الار بتساوي ايه؟ اللي معاه المجهول تحت يبقى دي 2400 وده هي هتساوي دي مع المجهول يبقى اللي 220 اس 2. هنشوف المسألة شدة التيار بسيطة خالص. شدة التيار ممكن نجيبه برضو بالقانون بي دبليو بتساوي اي تربيع في ار. طبعا الار احنا جبناه الار جبناه من هنا والقدرة موجودة هنقدر نجيب الاي تربيع في طريقة تانية. نجيبها البي دبليو بيساوي الاي في الفي. البي دبليو بكام؟ ب2400 والاي هي اللي مجهوله اهي اي هي المجهوله والفي بكام؟ 220. طبعا لو جبنا الاي في طرف بنقسم على مين؟ على المعامل اللي هو يبقى اللي تحت كام؟ 220 واللي فوق 2400 وبالآلة الحاسبة نطلع قيمه شده التيار. لما نيجي نشوف المساله ديت احنا عندنا السلك A و B. طبعا اي منهما له مقاومة نوعية اكبر. احنا عارفين ان الار بتساوي رو E في L على A. طبعا نجيب الميل طبعا ديت وديت راحوا يبقى السلوب بيساوي ايه؟ السلوب هيساوي رو اي. طب لهم نفس الطول يبقى اذا ده رقم ثابت ال ال ثابت. يبقى العلاقه بين الرو اي والسلوب علاقه ايه؟ طرديه. فنشوف ان ميل الاي اكبر ميل الاي اكبر زاويه ميله اكبر. يبقى بما ان تان سيتا في السلك اي اكبر إذن مقاومة النوعية مقاومة A النوعية أكبر. طيب لما يكون مقاومة النوعية أكبر نرجع مطلوب التاني بقى مطلوب التاني. لما يكون المقاومة النوعية أكبر يبقى المقاومة تزيد. هو بيقول إذا أي من السلكين أكبر تيار يبقى معروف دايما اللي مقاومته أكبر مقاومته النوعية أكبر مقاومته أكبر تياره أقل. يبقى يمر في السلك A B تيار أكبر. السبب لأن البي أصغر مقاومة فتبقى أصغر مقاومة نوعية لأن زاوية ميلها صغير أصغر مقاومة نوعية فتكون أصغر مقاومة واللي هي أصغر مقاومة أعلى تيار. طيب
لو جينا نشوف الرسمة ديت استنتج ماذا يحدث عند الاخراج كل من عند زيادة ايه المقاومة اس اللي هي دي. معروف دايما ان الفي اول حاجة ان الزيادة اس زيادة المقاومة اس يقال التيار، زيادة المقاومة اس يقال التيار. طيب اذا اول حاجة قراءة ايه تقل لانها تقل شدة التيار. طيب تعال نشوف في تو تقل ايضا. ليه تقل ايضا؟ لان في تو بيساوي الاي في الار، اي دهيت في الار دي، يبقى الفي دهيت بتساوي الاي في ار. وحيث ان الاي تقل، بما ان الاي تقل اذا الفي تو تقل لان الار ثابت، علاقه هنا طرد. بينما الفي 1 تزيد. تعال نشوف السبب. بما ان الفي 1 طبعا دي اسمها في باتري، بما ان الفي 1 بتساوي الفي باتري ناقص الاي ار. طيب احنا قلنا الاي المقاومه زياده المقاومه، يقوم يقلل منين؟ يبقى زياده المقاومه يقلل من الاي اللي هي دي، واذا قلت الاي اذا تزيد من الفي 1، تزيد من قيمة الفي 1. المسألة اللي بعد كده اسمها قانون، طبعا نطبق قانون ايه كرشوف. تعال نطبق كده، احنا اتفقنا عند نقطة التفرع نطبق كرشوف الأول. فين التفرع اهي؟ يبقى عند التفرع نقول مجموع التيارات المتلاقية تساوي صفر، ونكون المعادلة الأولى. المتلاقية اي ون داخلة، اي ون داخلة يبقى نسميها اي بالموجب، يبقى اللي داخل بالموجب. اي تو خارجة منها، خارجة يبقى سالب اي تو. اي ثري ايضا خارجة يبقى سالب اي ثري بيساوي صفر، ونسمي المعادلة دي رقم كام؟ واحد. معادلة رقم واحد. ناخد المسار الايمن ونطبق كرشوف التاني. المسار الايمن عبارة عن ايه؟ اللي هو الجهة دي، طبعا ده الموجب هنا، فبنفرض اتجاه عقارب الساعة كده، اللي هيمشي مع عقارب الساعة بالموجب. فطبعا في المسار اللي على اليمين بنلغي تماما اليسار على يسار، يبقى نقول مجموع الفي باتري بيساوي مجموع الاي ار في النهي في المسار انه المسار الايمن. طيب هي بطارية واحدة، البطارية الواحدة بكام؟ بستة فولت. وقلنا بالموجب ليه؟ لان الاتجاه الاصطلاحي هنا او الاتجاه التقليدي في نفس اللي احنا فرضينه، يبقى الاشارات بتاعته موجب. اما الاي تو مشت في كام مقاومة؟ سبعة، لان هنا مقاومة داخلية واحد، وهنا هنا يساوي سبعة اي تو. ليه قلنا سبعة؟ لان تاني دي واحد وستة خمسة، والاي تو ماشي في ده كله. ناخد طبعا بالموجب ليه؟ لان السهم ده مع نفس الاتجاه اللي فرضينه. اما الاي 3 تبقى بالسالب. ليه؟ لان سهم الاي 3 ماشي عكس عقارب الساعة، يبقى نقول 3 اي 3 3 اي 3، ونسمي المعادلة ديت رقم 2. ناخد المسار الايسر، في المسار الايسر برضو مجموع الفي باتري بيساوي مجموع الاي ار، يبقى مجموع قوة الدفعة. طب هي بطارية واحدة والاصطلاح بتاعها كده، يبقى نفرض كده مع عقارب الساعة، يبقى هنا هي 12 فولت بس، البطارية دي 12 فولت بالموجب لان الاتجاه الاصطلاحي مع اللي احنا فاضلينه. اي 1 مشت في المقاومة كام؟ 3، لان دو 2 و1 على التوالي اهو، دي 2 و2 4 قصدي، يبقى 4 اي 1 بالموجب، 4 اي 1 بالموجب. ليه؟ لان السهم الاي 1 فاضلينه. اما الاي 3 هيبقى برضو موجب 3 اي 3، موجب 3 اي 3.
اصل حصلنا دلوقتي على ثلاث معادلات، معادلة رقم ثلاثة في الآلة الحاسبة بندخل، بحيث الناتج الأولاني هيبقى اي 1، الناتج التاني اي 2، الناتج التالت اي 3. طريقة الإدخال ازاي؟ هنختار مود وإكويشن، قد يكون إكويشن في بعض الآلات اتنين أو تلاتة، ثم نختار رقم اتنين اللي هي التلات مجاهيل. نبدأ ندخل، هندخل معامل بالترتيب، احنا مترتبين كده، معامل اي 1 بواحد، واحد يساوي سالب واحد يساوي سالب واحد يساوي صفر يساوي. نيجي على المعادلة التانية، هنقول طبعا الاي 1 مش موجود، فنقول صفر يساوي، لأن الاي 1 ليس لها قيمة، والسبعة يساوي، والسالب تلاتة يساوي، بعدين ستة يساوي. المعادلة التالتة، معامل اي 1 بأربعة، بأربعة يساوي اي 2 مش موجود، يبقى صفر يساوي تلاتة يساوي اتناشر يساوي. هنلاحظ بالآلة الحاسبة يطلع الناتج دوت، ان اي 1 هتساوي اتنين وستة وعشرين مية امبير، وان الاي 2 هتساوي واحد وتمانية وعشرين مية امبير، وان الاي 3 هتساوي لو جينا نشوف هنا احسب فرق الجهد بين A و B، هنعتبر ان دي كأنها مسار مغلق كده، وهنسمي المجهول هو في دل دل في اللي هو المجهول. هنقول في مسار مغلق مجموع فروق الجهد الكلية بيساوي صفر. طب هنيجي نحسب كده، طبعا ده 12 وده 6، فنفرض مع الاتجاه الكبير كده، هنفرض في هذا الاتجاه، هيبقى الجهاد كام؟ 12 ناقص 6، لان ال 12 مع اللي احنا فرضين، بينما ال 6 العكس. تعالى الجهه الثانيه، احنا عندنا التيار 2 امبير مر فيدي وفيدي، يبقى دول توالي، ممكن نقول 2 افتح قوس 2 زائد 4، لان المقاومه دي 2 اوم، المقاومه دي 4، زائد الفي المجهول اللي هي بقيه الدايره، اصبح دي 6 وهنا 8، 2 في 4 بايه؟ 2 و 4 6 بعد 12 زائد الفي، دي بالموجب نعدها بالسالب، اذا الفي هتساوي سالب 6 فولت. يبقى فرق الجهد بين A و B سالب 6 فولت. اختر الاجابة الصحيحة، اذا قل طول سلك الالومنيوم للنص وزادت المساحة للضعف، فنكتب القانون R بتساوي رو اي ال على A. هنقول زاد الطول، قل الطول النص، يبقى هنا في اتنين. طيب وزادت المساحة للضعف، اذا تقل الاجابة في ربعه، اذا تقل الربع، الاجابة الصح تقل للربع. تعال بقى نشوف شوية اسئلة سريعا كده هنا بالنسبة للمسألة دي كده، المسألة دي فيها فكرة حلوة وجميلة. هو بيقول لك هنا في الدائرة موضحها بالرسم، إذا كانت قراءة الفولتميتر 7.2، يبقى الفي موجود، الفي باتري، إحنا عارفين الفي، الفي بتساوي الفي باتري ناقص الأي آر. طب ما الفي عندنا 7.2، والفي باتري بعشرة، وعندنا الار بواحد واربعة من عشر، واحد واربعة من عشر، يبقى مين اللي يبقى موجود عندنا؟ الاي ده بتاع الدايرة اللي هو ده، الاي مجهول. طبعا لما نعدي دي بالسالب عندها بالموجب، هيطلع لنا ان الواحد واربعة من عشرة، واحد واربعة من عشرة اي، دي بالسالب عندها بالموجب، وده بالموجب نعديها بالسالب، يطلع لنا الناتج اتنين وتمانية من عشر، اتنين وتمانية من عشر. بنسمع على المعامل، بالاسم على المعامل، اذا يطلع لنا الاي، الاي بيساوي اللي هو التيار الدائري كله 2 امبير. طب جبنا التيار، احنا عارفين ان الفي باتري، ان الفي باتري بتساوي الاي ار كابيتال اللي هتبقى بقى مجهوله، ار كابيتال هتبقى مجهوله زائد ار سمول، كل اللون الازرق ده انا اعتبر دي كلها وكانها ار كابيتال. طيب الفي باتري قلنا بعشر، الاي طلعناه باتنين، الار مجهول، المقاومة الداخلية واحد واربعة من عشر. لو احنا جينا كده بالنسبة للفي باتري دي بالسالب، نقسم على اتنين، فالواحد
فيها الايه؟ لو قلنا الفي باتري بيساوي الاي في الار زد كده، تمام. نقسم على 2 يبقى اصبح هنا 5، 5 هتساوي الار زائد 1.4. يبقى لو جينا هنا نجيب الار في طرف دي بالموجب ده بالسالب، يبقى الار بتساوي 3.6 اوم. ده ار دي كلها. نبدأ نطبق ار الكوفيلنت الكلية او شرطة بتساوي حاصل ضربها، نعتبر دي كلها وكأن دي ار شرطة، هتساوي حاصل ضربهم 9 في ار شرطة على 9 زائد ار شرطة اللي هي القيمة دي كلها. طيب احنا عارفين المكافأة 3.6 على 1 هتساوي 9 ار شرطة على 9 زائد ار شرطة بالضرب التبادلي. يبقى الشكل الجديد هيبقى عبارة عن ايه؟ نضرب، يبقى دي 9 في 1، 9 ار شرطة في طرف بهذا الشكل، وده هي التلاتة نضرب في القمة ديت، 9 في 54، 4 معنا 5، 5 و7 32 زائد 3.6 ار. دي بالموجب نعدها بايه؟ بالسالب، يبقى اصبح 5.4، 5.4 ار شرطة بتساوي 3.32. طيب لما نيجي نقول الشرطة هتساوي، لما نقسم ده على دي يطلع الناتج كام؟ تقريبا 6، 6 اوم. يبقى الفرع ده كله 6 اوم، الفرع ده كله 6 اوم. طب دي 3، اذا ار شرطة ار ب3. لما نجيب ميل هذا المستقيم، يعني طبعا في بي واي تربيع، يبقى القانون بي دبليو بيساوي اي تربيع في ار. من القانون بنشيل اللي موجود اي تربيع ونشيل الدبليو، اذا السلوب بيساوي الار اللي هو المقاومة. السؤال اللي هو علل معامل توصيل نحاس كبير لان مقاومته نوعية صغيرة جدا. لو قلنا اذكر استخداما واحدا لقانون كرشوف، طبعا لتبسيط الدوائر التي يصعب تبسيطها بقانون اوم. ما معنى قولنا القدرة؟ بما ان بي دبليو بيساوي هو الشغل المبذول في عدد السن، اي ان الشغل لو متى يكون ده 10 واط لما يكون ده 10 جول، اي ان الشغل المبذول خلال ثانية، الشغل المبذول خلال 1 ثانية يساوي 10 جول. لما نقول هنا مال فرق الجهد في حالة التوالي، فرق الجهد بيساوي يبقى في كلية بيساوي في 1 زائد في 2، يبقى الجهد يتجزأ، بينما هنا الجهد ايه؟ ثابت. هنا بنقول العلاقة الرياضية ار الكلية بيساوي ار 1 زائد ار 2 الى اخره. إذا كانوا متشابهين ار الكوفلنت بتساوي عددهم في احدهم، بينما هنا الواحد على ار الكلية بيساوي 1 للكوفلنت سواء 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2 الى اخره. اذا كانوا متشابهين ار الكلية هتساوي احد المقاومات على عددها.